ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا قلنا بقى فقراتنا خفيفة النهاردة مش مشاكل، فجبنا حاجات برضو الفقرة دي خاصة بالسيدات اللي بتحب بقى تهتم بنفسها، وياريت كل الستات تهتم بنفسها بجد. في مبادرات كتيرة كده لتعدد الزوجات، فبنصح لكل زوجة تهتم بنفسها بقى الأيام دي بالذات. يعني معانا في الفقرة دي الدكتورة الجميلة ندى أمان. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، منوراني. ربنا يخليكي، شرف ليا والله. دكتورة ندى، لاحظت على السوشيال ميديا عندها منتجات تجميل فظيعة. طيب احنا شفنا المنتجات تمام، ما نعرفش المنتجات دي فيها ايه، ما نعرفش معمولة من ايه. ما دلوقتي ممكن اي حد بيعمل منتجات ويوزعها. المهم في ناس قالوا لا احنا نجرب. مش عايزه اقول لكم يا كل اللي جربوا منتجات دكتوره ندى شكروا فيها بطريقه كله دعالها. فقلنا لا لازم نجيبها بقى، يعني دي ما تطلعش من تحت ايدينا، لازم نجيبها ونعرف بقى التفاصيل. واتفاجئنا اللي هي كمان متخصصه، يعني دكتوره صيدلانيه متخصصه في التركيبات. منوراني منوراني، ربنا يخليكي. وانا عارفه واثقه ان الفقره دي هتفيد كتير من الساده المشاهدين. ربنا يخليكي. قولي لي بقى كده، عرفيني بنفسك بقى كده. انا ندى امام، دكتوره صيدلانيه. تمام. بريبريزنت مجموعه من الصيدليات. موضوع التركيبات ده جه معايا كده، ان انا من زمان قوي بتابع جروب حكايات سوكا على الفيسبوك. حكايات سوكا، تحياتي للجميله هدى عبد الصمد صاحبه السعاده. يعني بصراحه انا بموت فيها. يعني وانا كمان والله، شخصيه جد. محترمه، شخصيه جدعه جدا، بتساعد الناس. تحسي كده يعني بتساعد الناس من قلبها. ده حقيقه فعلا، مش تصنيع، لان في ناس عندها اهم حاجه حب الناس. لا، والبنات وشايله هم المشاكل بتاعتهم. ده على طول على فكره. بجد انا عايز اقول لك التركيبات دي اتعملت اصلا عشان هي شايله هم البنات. للبنات. طب قولي لي بقى اخبار التركيبات ايه بقى. بس فانا بقول لحضرتك زي كده، كنت بتابع جروب سوكا من زمان، وانا على علاقه، طبعا علاقه صداقه جامده جدا بالاستاذه هدى عبد الصمد. فهي قالت ان احنا عايزين نساعد البنات ونعمل لهم تركيبات صيدلانيه. حلو. هي الفكره جت من هنا يعني. بحيث ان كل البنات دلوقتي عندها مشاكل كتيره قوي، اللي عايزه كريم تفتيح للبشره، اللي عايزه كريم تفتيح للمناطق الحساسه، عندها مشكله تساقط الشعر عشان الضغط والستريس الستريس والضغط اللي احنا على طول اليوم اللي احنا عايشين فيه، بس كمان اختلاف يعني التغير في الهرمونات اللي عندنا يعني. بس فمن هنا جت الفكره، وعملنا فعلا يعني احنا عندنا اصلا تركيبات ثابته صيدلانيه. تمام. فنفذنا منها تركيبات صيدلانيه. تمام. تمام تمام. نفذنا طبعا، قدرنا نوصل تركيبات صيدلانيه مميزه جدا. والحمد لله نجحنا فيها، يعني الناس اللي متابعين. لا بصي، كل الناس بتشكر في التركيبات بتاعتك بصراحه، ما شفتش حد قال كومنتس صغير على التركيبات. فقلنا بقى لا، احنا عايزين نعرف ايه التركيبات دي وازاي بتعالج الشعر بطريقه يعني سهله وما بتاخدش وقت، والناس بتحطها بامان وما فيهاش ضرر على الشعر. فالحاجات دي لما تجيبيها مثلا من بره. تمام. مش عايزه اقول لك المبلغ يعني. لا المبلغ بيبقى كبير جدا وما بتديش النتائج المطلوبه في شهر. يعني احنا بنقول مثلا البشره بتاعتنا هتتفتح في خلال شهر. تمام. سواء الاماكن الحساسه، البشره والجسم عامه. تمام. كمان عاملين تركيبه لاثار الحبوب. تمام. للحبوب واثارها بتعالج برضه في خلال شهر. يعني انت بتحطي نقطه كريم على الحبايه الموجوده عندك، سواء بقى طالعه بطريقه هرمونيه او هي طبيعه بشرتك ان هي بتطلع حبوب كتيره. تمام. فبتحطي عليها، من تاني يوم تالت يوم ما شاء الله يعني النتيجه بتبقى طبعا بتختفي. تالت يوم. طب انا عايزه اقول لك، انا لما بروح مثلا بروح صيدليه اقول لهم عايزه كريم للبشره. تمام. بختار ماركه. براند. علشان براند، عشان يعني ايه اضمن اللي ايه ما يجيش حاجه في الالتهابات والقصص دي. فبجيب بختار حاجه معينه معروفه طبعا بمبلغ جامد جدا. تمام. فانت لما تيجي دلوقتي تقولي لي التركيبات اللي عندك
بتعالج في خلال يومين، وطبعا ما تجيش طبعا ربع المبلغ اللي انا بشتري منه. لا هي اسعارها طبعا رمزيه جدا يعني. احنا كنا بنفكر ان احنا نساعد الطبقات اللي هي ما بتقدرش تشتري كريمات غاليه. تمام. يعني انا ما اقدرش مثلا استمر على كريم بشتريه ب 400 جنيه او 500 جنيه، صعب عليا ان انا اشتريه ضمن طبعا الاحداث الموجوده دلوقتي والازمه المعيشيه اللي احنا بنعيشها. وكمان بيبقى عايزين حاجات على قد الايد، فهي اسعارها بالنسبه طبعا للنتيجه بتاعتها رمزيه جدا. يعني حاجات بسيطه هي، بس المنتج بتاع تساقط الشعر عشان بيوقف تساقط الشعر في 5 ايام. قولي لي كام كده؟ قولي لي. تمام اوكي. احنا عندنا كريم اللي هو المون برايت. المون برايت ده لتفتيح البشره والاماكن الداكنه بس. تمام تمام. عباره عن كولاجين وفيتامين سي وبعض الفيتامينات برضو اللي بتغذي البشره. حاجات طبيعيه. هي مش تمام. حاجات طبيعيه، حاجات صناعيه كده. اهو تمام. تمام. ده المون برايت، هي دي تركيبات صيدلانيه من محتويات الصيدليه. تمام. يعني مش خلطه طبيعيه انا عاملاها في البيت، لا دي تركيبه من محتويات الصيدليه نفسها. يعني تاخدوه بامان يا جماعه. يعني كلها سيفد على على البشره. امان. تمام. ده عامل 140 جنيه بيقضيها لمده شهر. كنت لسه هقول لك. لان هو يقضي. النقطه منه بيقضي فتره. لا النقطه كمان منه بتفرق. تمام. يعني هي تحط حاجات قليله كده. بتدهن وشها على مره قبل ما تنام بالليل في الضلمه. حاجات قليله على البشره. ده بالنسبه للمون برايت اللي هو كريم لتفتيح البشره والاماكن الداكنه. تمام. تمام. وعندنا كريم الثاني. الاكني ريز هو نفس الشكل برضو. تمام. تمام. ده برضو لكريم للحبوب واثرها. بتحطه مرتين في اليوم، بتغسل الاول بصابون الكبريت مش غسول. تمام. عشان صابون الكبريت. الصابونه بتبقى افضل عشان هي بتبقى يعني ايه انتي بكتيريال اكتر من الغسول. تمام. تمام. فبننصح بصابونه الكبريت بتاعت نيتروجينا، وبتحط على الحبايه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره حلو بالليل. حلو جميل. وعندنا كمان اللي هو ده انا اتعمدت ان انا اجيبه من غير ستيكر. عشان ابين لك ان هو تركيبه صيدلانيه. بس انا عامله لها يعني ايه، عامله لها ستيكر عشان الناس تعرفوها باسمها. شم ريحتها كده، جميله يا جماعه جدا جدا. شم ريحه حاجه طبيعيه ولا حاجه طبيه؟ لا طبيعيه. هي طبيه اكتر. ده ايه بيعمل ايه بقى؟ ده احنا بنقول الفيمي برايت للاماكن تفتيح المناطق الحساسه الاندر ارم والبكين. بيتحط مرتين برضو، مره الصبح ومره بالليل مع تعليمات احنا بنقولها. يعني انا ما بسيبش الحاله، مثلا ما بيجي لي واحده عايزه تطلب اي حاجه من دي بتسالني على الشات على الفيسبوك، انا بتابع معاها من اول مره، انت بتعملي ايه، بتستخدميه ازاي، بتحطيه ازاي، لو في اي مشكله بترجع لي. بس لو في اي مشكله بترجع لي. تمام تمام. لا قولي لي بقى. بتاع الشعر بقى. ده الانتنسيف هير. تمام. ده لعلاج تساقط الشعر. بيعالج تساقط الشعر في خلال 5 ايام. 5 ايام. بس بتستمر عليه لمده شهر. 5 ايام بس، لازم تاخدي الكورس لمده شهر كامل. شهر كامل بعد كده بتوقف تساقط الشعر خالص. هو بيوقف. انا طبعا هو ليه طريقه استخدام معينه في اول 5 ايام انا بقول لها عليها، مع شامبو معين يحبذ ان هو يجي، لانه بيبقى خالي مثلا شامبو طبي خالي من السولفيت والكلام ده كله. عشان ما يبقاش مضر على الشعر. تمام. بتغسله بطريقه معينه، بتحطه بطريقه معينه لمده 5 ايام، بعد كده هي بتصور شعرها قبل وبعد وهي مسرحيه. تمام. فانا بقول لها بقى بتمشي بقيه الشهر ازاي، يعني بتمشي بقيه الشهر قد ايه. حلو قوي يا جماعه. الواحد ده بياخد كورس 3 شهور عشان موضوع زاد تساقط الشعر. تساقط ده. الشعر ده مشكله الجيل كله عند بيشتكي كل البنات. منها يعني عند كل البنات موضوع التساقط. طب قولي لي الاسعار. سعره كام برضه؟ تساقط الشعر عامل 300. 300. تمام. المون برايت اللي هو تفتيح البشره والاماكن الداكنه ده 140. الاكني ريز حب الشباب ده عامل 110. تمام تمام. اغلى حاجه فيهم اللي هو الفيمي برايت اللي هو بتاع المناطق الحساسه، لان هو بيطلب جدا يعني. وهي تكلفته غاليه عامه. هي كلها من منتجات الصيدليه، تركيبات صيدلانيه منتجات الصيدليه نفسها. طيب هل عندك منتجات تانية ولا بتعملي منتجات تانية ولا هي لا دي؟ لا هي دي المنتجات بس اللي انا عملتها بس. عندي بقى انا واختي احنا عاملينها انا واختي، يعني هي دكتوره زي برضو صيدلانيه دكتوره هدى. عندها عياده اسمها بايوميرا. بايوميرا دي بقى بنهتم بيها بقى بجمال الشعر. فين بقى مكانها؟ فين؟ في عمارات صقر قريش مساكن شيراتون.
امارات صقر قريش مساكن 112 امارات صقر قريش مساكن شرطه. تمام. قولي لي بقى لو حد عايز يتواصل معاكي للمنتجات دي هتبقى على صفحه سوكا حكايات سوكا. لان هي طبعا ليها الفضل ان احنا يعني طلعنا بالمنتج ده، هي صاحبه الفكره يعني، يعني كانت عايزه تساعد البنات، بتلاقي مشاكل كتيره فكانت عايزه تساعدهم بحاجه يعني ايه مضمونه. طبعا قبل ما نديها للبنات احنا جربناها وحصل لا يعني ما انا بقول لك حته الناس دي بتشكر، لا الناس بتشكر كتير فالحمد لله مضمونه يعني الحمد لله. الحمد لله مضمونه. كمان يا استاذه داليا طبعا طبعا ولا حاجه بالنسبه اللي احنا بنجيبه، مش عايزه اقول لكم بيجي احباط احباط يعني. انا بعد ما شفت ده ندمت اللي انا كنت بجيب اللي بره يعني. تمام. خلاص ان شاء الله هبقى معاكي على طول في المنتجات دي ان شاء الله. طب خلاص بصوا بقى، يعني كل اللي عنده مشكله في الشعر، كل اللي عنده مشكلة في البشرة هتواصل مع جروب حكايات سوكا الدكتورة ندى إمام، تمام، ويطلب المنتج بتاعها. تمام كده. والجروب ما شاء الله في أدمن زي الفل هيتواصلوا على طول معاها. تمام. متشكره ليكي جدا. شكرا لحضرتك والله. وان شاء الله مش هتبقى اخر فقره، وهنستضيفك تاني تقولي لنا على الحاجات الجديده بقى، تعملي لنا حاجات جديده اكتر من كده. خلاص ان شاء الله باذن الله. ميرسي ليكي. هنطلع فاصل ونواصل فقراتنا.